Bacteriological examination of water. في الفيديو ده هنتعلم التيستس اللي بتتعمل للووتر عشان نعرف هل هو صالح للاستخدام ولا ممكن يكون فيه pathogens فما اقدرش استخدمه، لان جودة مية الشرب اللي بيحددها هو البكتيريولوجيكال اناليسز، والباثوجنز او الكوليفورم بكتيريا بتكون موجودة في المية نتيجة لاختلاطها بالسيوج او بالصرف الصحي. وفي الفيديو ده هنتعلم 3 تيستس مع بعض: Presumptive test, Confirmed test, وCompleted test. أول تيست في البكتيريولوجيكال examination of water هو Presumptive test، والPresumptive test زي الشوجر fermentation test اللي شرحناه قبل كده في البيوكيميكال analysis. وعشان أعمل الPresumptive test أول حاجة بجمع water samples في sterilized bottles، وبعد كده بعمل لهم shaking، وبسحب 1 ملي من كل water sample وبزرعه في test tube بيكون فيها lactose broth وبيكون فيها phenol red ك pH indicator، والphenol red بيكون لونه أحمر في ال neutral وال alkaline medium ولونه بيتغير للأصفر في ال acidic medium. يعني الأورجانيزم لو بينتج أسيد لون الفينول ريد هيتغير من الأحمر للأصفر. وبيكون فيها درهم تيوب، والدرهم تيوب فايدتها إنها بتعمل ديتكشن للبروديوسد جاز. وهجيب تيست تيوب بس مش هزرعها فهعتبرها نيجاتيف كنترول، وتيست تيوب تانية هزرعها بإيكولاي سسبنشن وهعتبرها بوستيف كنترول. وكل التيست تيوبس دي هعمل لها انكيوبيشن عند درجة حرارة 35 من يوم ليومين. وعشان اعمل البرسومتيف تيست هجيب تيوب فيها لاكتوز بروس ميديوم وفينول ريد كبي اتش انديكيتور ودرهم تيوب، وبعد كده بعمل لها انكيوليشن ب 1 ملي من الووتر سامبل، وبعد كده بعمل لها انكيوبيشن. وبعد الانكيوبيشن التيوبس اللي لونها هيتغير من الاحمر للاصفر، ده معناه ان الاورجانيزم بينتج اسيد. اما لو في جاز بابل في الدرهم تيوب ده معناه انه بينتج جاز. اول تيوب هيكون لون البروس اللي فيها اصفر وهيكون في جاز بابل في الدرهم تيوب، وده معناه ان الاورجانيزم بينتج اسيد وبينتج جاز، وده ممكن يكون إيكولاي. التيوب التانية لونها هيتغير من الأحمر للأصفر، فده معناه إن الأورجانيزم بينتج أسيد، لكن الدرهم تيوب ما فيهاش أي جاز بابل فده ممكن يكون انتيروباكتر. أما التيوب الأخيرة فلونها فضل أحمر وما فيش أي جاز، وده معناه إنه نيجاتيف كنترول أو إنه هو أن انكيوليتد تيوب. وتاني تيست هو الكونفيرمد تيست، والتيست ده بيتعمل للتيوب اللي نتيجتها طلعت بوستيف يعني فيها جاز واسيد، ولازم نعمل له كونفيرميشن بالكونفيرمد تيست. وبعمل الكونفيرمد تيست للتيوبس اللي النتيجه بتاعتها كانت بوستيف يعني عندها اسيد برودكشن وجاز برودكشن، باخد منها لوب فول بالنيدل وبزرعه على ايوسين ميثيلين بلو اجر، وبعد كده بعمل انكيوبيشن عند درجة حرارة 35 من يوم ليومين. الايكولاي كولوني هتبان سمول وفلات ودارك فايلوت وبيكون عندها ميتاليك شين، اما الممبرز اوف انتيروباكتر بيكون لونها بينك، والكولوني بتكون لارج وريزد كولونيز وما بيكونش عندها ميتاليك شين. ولو البرسومتيف تيست طلع بوستيف هنعمل كونفيرم التيست. اول حاجة هنصب اي ام بي او ايوسين ميثيلين بلو اجار، و
وبعد ما الميديا يحصل لها سوليديفيكيشن هعمل لها ستريكنج من التيوب اللي طلعت بوزيتيف ريزلت، يعني فيها اسيد برودكشن وجاز برودكشن، وبعد كده هعمل لها انكيوبيشن. وبعد الانكيوبيشن هنلاقي ان لو نما على الايوسين ميثيلين بلو ايكولاي هيكون لونها دارك فايلوت، وهتكون سمول وفلات، وهيكون عندها ميتاليك شين. اما لو كانوا ممبرز من الانتيروباكتر هيكون لونها بينك، والكولوني هتكون لارج وريزد ومش هيكون عندها ميتاليك شين. ودي صورة تانية بتوضح الفرق ما بين الايكولاي وباقي الممبرز بتوع الانتيروباكتر. واخر تيست هو الكومبليتد تيست، وبعمله لما يكون الريزلتس في البرسومتيف تيست والكونفيرمد تيست بيكونوا بوزيتيف. بعمل الكومبليتد تيست عشان اتاكد ان اللي موجود في الووتر سامبل هو كولي فورمز وتحديدا ايكولاي. فبعمل انكيوليشن بالووتر سامبل في لاكتوز بروث ميديوم، وبعمل لها انكيوبيشن عند درجة حرارة 44.5 درجة، لأن درجة الحرارة دي هي اللي بتحفز نمو الكوليفورمز. وبعد الانكيوبيشن التيوب هتظهر بالمنظر ده، وده معناه ان هيكون فيه اسيد برودكشن وجاز برودكشن. فبالتالي هاخد منها لوب فول واعمل له ستريكنج على سلانتا، وبعد كده اعملها انكيوبيشن. وبعد الانكيوبيشن هعمل حاجتين، اول حاجة هتكون جرام ستيننج، ولو طلعت جرام نيجاتيف وشورت رودز ونان سبور فورمينج فهتأكد ان هي ايكولاي. وتاني حاجة هعملها هي كواليتيتيف تيست اسمه انفيك تيست، وده اختصار لاربع تيستات، اندول وميسايل ريت تيست وفوجاس برسكاور تيست ويوتيلايزيشن اوف سيتريت. واخر تيست هعمله في البكتيريولوجيكال اكزامينيشن اوف ووتر هو الكومبليتد تيست، وبعمل الكومبليتد تيست بعد ما بيكون ادى بوزيتيف ريزلت في البرسومتيف تيست والكونفيرمد تيست. والكومبليتد تيست هو انفيك تيست، والانفيك تيست زي ما شرحنا قبل كده في البايوكيميكال رياكشنز هو اختصار لفور تيستس، اندول تيست، ميسايل ريد تيست، وفوجس بريسكاور تيست، وستريت يوتيلايزيشن تيست. اول حاجة هعمل انكيوليشن بالووتر سامبل للاندول تيست، وبعد كده هعمل انكيوليشن في تاني تيوب وهتكون مخصصة للميسايل ريد تيست والفوجس بريسكاور تيست لانها بتكون نفس الميديا المستخدمة. وبعد الانكيوبيشن بقسمهم في 2 تيوبس وبحط على كل تيست الريجنت بتاعه. واخر تيست هو الستريت يوتيلايزيشن تيست، وهعمل انكيوليشن بالنيدل في سايمونز ستريت اجار اللي هي بتكون لونها جرين او بلو جرين، ولو ادت بوزيتيف ريزلت بيكون لونها أزرق غامق. وبعد كده بعمل لها انكيوبيشن. وزي ما شرحنا الانفيك تيست في البايوكيميكال رياكشنز انه بيكون اختصار لفور تيستس، اندول تيست، ميسايل ريد تيست، فوجس برسكاور تيست، وستريت يوتيلايزيشن. الاندول تيست البوزيتيف ريزلت بيكون شيري ريد رينج، والميسايل ريد تيست البوزيتيف ريزلت بيكون لونه احمر، والفوجس برسكاور تيست البوزيتيف ريزلت بتاعته بتكون لونها احمر، والستريت يوتيلايزيشن بيتحول من اللون الأخضر للون الأزرق. ولو قارنا ما بين الإيكولاي والإنتيروباكتر، في الإنفيك تيست هنلاقي الإيكولاي بتبقى بوستف بوستف نيجاتيف نيجاتيف، أما الإنتيروباكتر بتكون عكسها
وبتكون نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف. اتمنى تكونوا استفدتوا واتبسطتوا من الفيديو، واللي عنده سؤال او حابب يعرف عن حاجة اكتر انا هكون مبسوط بسؤاله. شكرا.